السلام عليكم خوتي، واش راكم؟ لاباس بخير. بون، عندنا اليوم مباراة تاع نابولي راح نحكوا عليها، ونحط لكم بإذن الله عز وجل نحط لكم رابط تاع نابولي، وان شاء الله برك وليدنا آدم والناس يكون اساسي ان شاء الله. بون، اسمحوا لي، على بالكم كنت عند الدونتيس، اذا الصوت تاعي راهو في باسال لازم من واحد يومين ويتسقم. على كل حال، بون، ونحكو تانيك على الماتش غدوة تانيك مانشستر سيتي، ونحكو تانيك على سعيد بن رحمة. سعيد بن رحمة عنده ارقام كتار من رياض محرز في هذا الموسم، دوك نجيو نهضروا عليها، ونهضروا تانيك واش قالوا على سعيد بن رحمة. ومويس كيما نقولوا راهو يدافع على روحه تاع التغيير تاع البارح. بون، اولا انا جيت ندير هذا الفيديو برك باش نوصيكم على ادم والناس انه عنده الماتش اليوم ان شاء الله على 8:45 دقيقة بتوقيت الجزائر، بتوقيت اوروبا، والسبعة وخمسة واربعين دقيقة بتوقيت اوروبا. شوفوا خوتي، التشكيلة دوك تخرج حوالي 20 دقيقة من جي نركب الفيديو ونطلقو تكون خرجت التشكيلة. نحط لكم في اول تعليق، نحط لكم ادم والناس راهو اساسي ولا لا، ونزيدو نحطو تاني كرابط المباراة باش نشوفوها مع بعض. هما المباراة اذا لعب ادم والناس فنتلاقاو تاني ان شاء الله في فيديو واحد اخر نهضرو على الاداء تاعو ان شاء الله ربي يوفقه. اذا لعب ان شاء الله يحاول يزيد يثبت نفسه، اذا كان اساسي لازم يثبت نفسه، اذا عطالو الفرصه لازم يغتنمها. هذا ما كان باش كيما قلت لكم الجماهير تولي تضغط، كي تكون تقدم اداء عالمي والمدرب يحقرك الجماهير تضغط. على بالكم الصاله مع سعيد بن رحمه، وعلى بالكم بزاف امور. بون، غدوه ان شاء الله عندنا تانيك مانشستر سيتي ضد ويكامبي في الكاس ان شاء الله 8:45 دقيقه بتوقيت اوروبا، والسبعة وخمسة واربعين دقيقة بتوقيت الجزائر. رياض محرز نظن انه يكون اساسي. بول كاس هادي ما يهمش، ولكن كما نقولوا اذا دخل اساسي تانيك فلازم كما نقولوا يحاول كيفاش يكون اداؤه عالي جدا 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 جدا، لان في مانشستر سيتي كما حكينا يا خوتي كان تدوير بزاف، ولازم تكون طرطايقة باش كما نقولوا تضمن بلاستيك، يعني ما كما كان العام اللي فات اوتالومون صعيبة مانشستر سيتي. يكون اداء تاعك شوية ماتش واحد من غير تمريره حاسمه غوارديولا فيه اللوش. بو حتى وتكون مقدم اداء عالي، دوك ندخلوا تانيك في سعيد بن رحمه باش نبين لكم الفرق برك. حتى وتكون مقدم اداء عالي غوارديولا من داك كيحطك في راسه باللي هذا الموسم ما تلعبش او ما تلعبش، غير اذا حصل. راكو شفتوا الماتش اللي فات كيحصل كيفاش دخل رياض محرز. بو غدوه تانيك نحط الرابط تاع المباراه. دوك نحكوا على وسمو الارقام تاع سعيد بن رحمه والارقام تاع رياض محرز باش تشوفوا الفرق يا خوتي. سعيد بن رحمه راهو لاعب في الدوري اربع مباريات على ما اظن، لان وحده دخل بديل وحده في الدوريه، راهو سجل ثلاث اهداف وما تزوج تمريرات حاسمه، يعني راهو مساهم في خمسه اهداف يا خوتي. نقولوا راهو لاعب خمسه، هو راهو لاعب اربعه على بالي وحده دخل بديل، او نقولوا لعب خمسه، لعبهم كاع في خمسه في الدوري ربعة ولا خمسة. المهم ملي بدا الدوري راهو مسجل سعيد بن رحمة تلت أهداف وزوج تمريرات حاسمة. رياض محرز ملي بدا الدوري دائما ما يلعبش، وشفناها راهو مسجل هدف واحد. فكي يخلص الموسم كيفاش أنت تحب رياض محرز كيما نقولوا يشارك فيك ما على باليش انا بار اكزومبل على الارقام القياسيه ولا كيما نقولوا على الجوائز الفرديه، امبوسيبل امبوسيبل يا خوتي. اللاعب تلقاه نتايا في شامبيون كومبلي في سيزون كومبلي تلقاه بار اكزومبل ديجا راهم ربع مباريات ما لعبهمش، نتا احسب مازال كان مباريات ما لعبهمش حتى يولي اساسي. شفناه العام اللي فات ولا اساسي ست مباريات الاخرانيين ما لعبهمش، سته لعب ثلاث مباريات الاربعه من بعد سته ما لعبهمش، ومن بعد لعب ومن بعد ست مباريات 12 مباراه ما تلعبهاش راك مضيع 12 هدف. كي تقسمها على النص سته اهداف اذا كان الموسم راك مسجل 10 اهداف فيوليو لك 16 اذا لعبت هذوك ال 10 مباريات. فهمتوا باللي الارقام القياسيه مهمه واللاعب قلت لكم الارقام يعني عندها دور كبير حتى تدخل في السي في تاعك كي تجي تتباع يا خوتي. واش دار في هذا الموسم؟ هذا اتاك وشحال سجل؟ سجل سبع اهداف. كيفاش هذا سجل سبع اهداف السومه تاعو غاليه هكذا موسم كامل؟ فهمتوا واش حبيت نقول لكم؟ فهنا هذا هو الفرق يا خوتي. على هذيك مانشستر سيتي يعني ما لاعبين تاعها قليل من يناسو بكل صراحه، من التدوير دور من دور من دور من دور من دور من ما تحصلش على ارقام. انت كي تشوف باغ اكزومبل جو لاكوب دافريك، قلت لكم لاكوب دافريك كي يجي جائزه احسن لاعب افريقي في لافريك
تلقى اللاعبين كاع راهم فايتينها وسعد بن رحمه فايت رياض محرز. يتاهل سعد بن رحمه فيها، فهمتوا؟ فما نلومش اذا عطوها لصالح ولا عطوها لماني ولا عطوها لواحد اخر. فاللوم هنا يولي على بيب غوارديولا، ما راهوش يلعب في رياض محرز. الارقام تتكلم خاوتي، جائزه يحسبوا لك الارقام، شحال سجلت في السيزون، شحال مديت من اسيس، فهمتوا؟ وداخله فيها ثاني كيما يقولوا المجموعه، واش ربحت من الالقاب وكذا، فهمتوا خاوتي؟ فالمهم حنا شفنا رياض محرز السيزون اللي فاتت اللي قبلها دار حصد تقريبا كاع الالقاب. صالح دا ماني دا احسن لاعب، لان الارقام تاعو مسجل اكثر من رياض محرز. رياض محرز تحسب الالقاب، انت باريزون السيزون كامله ما تلعبش وتربح بالدوري، الدوري انت راك مراطي منه 10 لي ماتش، راك مراطي منه ما لعبتش دوري 10 لي ماتش فيه، ولا 12 ماتش ما لعبتوش في الدوري، والليكيب تاعك دات الدوري، راك مساهم بصح ما راكش مساهم بقوه، فهمتوا ولا الفرق وراه؟ شحال راك مسجل في الدوري؟ 7 اهداف، 8 اهداف، تلقى ماني مسجل 15، صالح من ذاك يوصل 20 25 22، سي نورمال يعطوها لصالح. بون تولى المويس من بعد دخلوا في سعيد بن رحمه. راكو تشوفوا هذه تيم طالك، هذه تقول لك انظر الى سجله، يعني مويس يقول انظر الى سجله، مويس يدافع عن قرار عقوبه ويستام، دافع ديفيد مويس عن قرار عن قراره باحضار مارك نوبل لركله الجزاء. انت اللي ضيعتهم لك، خليت الماتش كما كان، كان واحد يديرها سعد بن رحمه يماركيها، ولا يديرها نمبورت واحد يماركيها. الجزاء الضائعه ضد مانشستر يونايتد، خسر الهامس تا 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 تا، ما يهمنيش هذه والله يهمني. قال لك اعطى سعيد بن رحمه لهم بدايه حلم في الدقيقه 30 بعد بعض الاعمال الجيده لجارود بوين. يعني هنايا تشوفوا باللي يقول لك سعيد بن رحمه عطى الحلم كيما نقولوا، بدا هو ولا رابحين، عطى لهم الحلم لويستام. يقول لك لاعب هال السابق واسمه في عطى الكره سعيد بن رحمه الذي اصطدمت تسديدته برافائيل بفاران وسكنت الشباك، لكن تقدم ويست هام استمر 5 دقائق حيث وصل كريستيانو رونالدو تألقه الموتير لسجل الهدف. يقول لك تا ما يهمنيش هذه. يقول لك وقال مويس للصحفيين بعد الخساره حصلنا على ركله جزاء ولدي واحد من افضل تسديد ضربات الجزاء في الدوري الانجليزي واوروبا، اعتقد انه لو لم اتخذ القرار كنت ساكون اكثر انزعاجا من نفسي. سالته وقال انني جاهز، لديه سجل رائع، لماذا لا نفعل؟ لقد فقدنا القليل منها مؤخرا، يعني كان يعطي بزاف مؤخرا ضربات الجزاء، كان بكري ماركي كبر في اللاش خلاص طا ولا يعطي نحيه. لذلك اعتقدت انني سانتهز الفرصه لاحضار مارك. اعتقد اننا جميعا نستمتع باللعبه اكثر بسبب الطريقه التي يعمل بها الحكام، يعني الحكام زعما كيعطي لهم بيناتي وما حرمهمش منها. بو ما يهمنيش، دوكا نجول سعيد بن رحمه، مويس انت اللي هرتها. نجول سعيد بن رحمه، راكو تشوفوا هذه واش تقول لك؟ تقول لك بن رحمه يحصل على 7.5. علاش جيت هذه؟ لان واحد قال لي البارح كيف سعيد بن رحمه ما قدمش اداء وكذا منا، كيفاش انت راك تقول؟ يا ود احسن تنقيط في الفريق تاعو هاو سكور، تعطيت له احسن تنقيط فوق الميدان ككل. تصنيف لاعبي ويست هام يونايتد في خساره مخيبه للامال ضد مانشستر يونايتد، كما راكو تشوفوا لنا سجل سعيد بن رحمه من ويست هام يونايتد الهدف الافتتاحي ليجعله 1-0 ويحتفل خلال مباراة الدوري الانجليزي بين ويست هام يونايتد ومانشستر يونايتد. استقبل ويست هام يونايتد مانشستر يونايتد في استاد لندن في وقت سابق اليوم، حيث كان يتطلع لتحقيق الفوز على ارضه بدون نجمه ومهاجمه ميخائيل انطونيو الذي تم ايقافه تضاب حمراء. والله يقول لك نصف ساعة بعد نصف ساعة كما قلوا بشكل رائع وتقدم واسمه هامز بفرق نصف ساعة هدف سعيد بن رحمة المنحرف، ومع ذلك سجل كريستيانو رونالدو. ومن بعد واش يعطي سعيد بن رحمة هايلي؟ يقول لك كان بن رحمة محظوظا بالتسجيل في محاولته المنحرفة، ومع ذلك فقد كان مصدر ازعاج دائم لمدافعي مان يونايتد. هذا يجي يقول لي كيفاش راك تقول لنا سعيد بن رحمة قدم اداء؟ راك تشوف انا عطاو له التنقيط 7.5 من اعلى التنقيط، هذه الصفحة عطات له 7 هو والحارس هو وديكلان رايس، بصح راهي تقول لك كان
مشكل خطورة إزعاج دائم لمدافعي مان يونايتد. خاوتي ما طوش عليكم، والرابط تاع ادم والناس تلقاوه في اول تعليق. ما طوش عليكم، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.